في 1840 الجيش المصري لطش في شوية حروب، كان ولاد محمد علي بيجاملوا بالجيش المصري العظيم ويبعتوه كمرتزقة، بلد عندها فرح، إمبراطورية عندها طهور، ثورة هنا، خناقة هناك، كده يعني. مثال، في 1854 جاملوا الفرنسويين والطلاينة والدولة العثمانية ضد روسيا في حرب اسمها حرب القرن. في 1863 جاملوا ملك المكسيك والفرنسويين علشان يقمعوا ثورة شعبية ضد ملك المكسيك المدعوم من فرنسا. نيجي لعلقة 1874، بعتوا 5000 جندي مصري في حملتين للحبشة بقيادة واحد نمساوي وواحد أمريكاني بيقودوا الجيش المصري علشان قال يقدموا ملك الحبشة. نجا من الحرب دي 300 نفر بس عرفوا يرجعوا على مصر. احنا مين؟ جيش نص مصري تم تجنيده بالعافية من ولاد الفلاحين الغلابة بقيادة في اغلبها الكاسح البان واتراك وشركس، وساعات كانوا بيبعتوا يجيبوا لنا قواد محترفين من اوروبا. بنعمل ايه؟ اللي عايزه محمد علي، عايزنا نحارب دعما للخلافة الاسلامية، قشطة. عايزنا نحارب الخلافة الاسلامية، ماشي. عايزنا نحارب غير المسلمين، ليه لا؟ عايزنا نحارب المسلمين، طيب. عايزنا نحارب دفاعا عن مصر، لا تشيف. عايزنا نحارب دفاعا عن المكسيك، معاك. عايزنا نحارب العدو، رجالتك. عايزنا نحارب في صف العدو، جميل.